بابا مارو. هيا انهضوا، انكم تنامون كثيرا. صباح الخير يا لهذا البر. سئمت تسلق الاشجار كل يوم مثل القرود يا اوكي. لنصمد، لم يبقى سوى ثلاثه ايام. ثلاثه ايام؟ اريد العوده الى البلده. صباح الخير، سنبذل جهدنا اليوم ايضا. لا اليوم استراحه، ستهب العاصفة بعد الظهر. ماذا؟ حقا؟ لكنك مارو، لابد أنك تمزح. الرياح ستعصف عما قريب. لسنا بحاجة إلى نشرة في الأحوال الجوية. الطقس في الجبال يتغير بسرعة. اسمعوا، ما رأيكم لو نلعب بالورق اليوم يا رفاق؟ كنامي، فوتابا، انهدا، سنلعب بالورق. انتظروا انتظروا، هيا يا ماي تعالي. أجل، أرجوك يا شيزون تكلم، قل له شيئا. علينا أن نطيعه، هو القائد في الوقت الحاضر. على كل، هذا أفضل لنا. أفضل لنا؟ يمكننا الآن أن نهتم أكثر بتدريبنا، بتدريب أنفسنا. شيراكاوا. نعم. استدع الرفاق، سنغادر بعد ربع ساعة. هيا. حاضر. لا بد أن شبان الأغيوكو يتدربون الآن، لا أطيق ذلك أبدا. أجل، هذا ما كان يخيفني. كم أنت بارع يا كابامارو. جيد جدا. ليست هذه سوى البداية فقط يا أصدقائي، انظروا إلى هذه الطريقة. رائع، يا لك من لاعب. إنه نينجا حقا. وسأصبح القائد أيضا، هيا بنا. أبقانا هنا لأنه يريد أن يتسلى. هاي ماي، ماي، ما الأمر؟ ألا تعتقدين أن كاورو وشيزون أصبحا صديقين حميمين؟ لست أدري، أنا متأكدة إنهما متناسبان. أتمنى لو كان لي صديق أنا أيضا. أنت عندك كابامارو يا ماي. توقفي، لا تربطي بيني وبين كابامارو من فضلك. لا فائدة من الإنكار، أنا أعرف كل شيء. لا، لا تعرفين شيئا. أنت خجولة، يا لك من فتاة طيبة القلب. تبا لك. ماي، ماذا جرى لها؟ يا إلهي، قد يكون سايزو على قيد الحياة. إن مجرد التفكير بهذا الاحتمال يجعل قلبي يرتجف. سايزو، تبا لك يا كابامارو. خاف. أين يذهبون؟ ماذا يفعلون؟ جدتي؟ ماي؟ أنت أيضا تلحقين بشيزو؟ ماذا؟ ماذا حدث له؟ لقد صعد مع بعض الفتيان إلى الجبل. ماذا؟ فتيان قليل التهذيب؟ لا، لا يريدون التوقف عن التدريب، لذلك فهمت، لديهم شعور قوي بالمسؤولية. ما رأيك يا ماي لو نذهب ونشجعهم؟ أجل جدا. هيا إذن. هيا حاول أكثر. سيدة بوكوبو، يجب ألا تنفصلوا عن الآخرين. أنا آسفة سيدة أوكوبو. لا، الذنب ذنبي أنا سيدة أوكوبو، أردت متابعة التدريب، آسف. لا بأس،
لكن يجب ألا تنفصلوا عن بعضكم البعض. أعرف أنكم لا تضيعون الوقت، استمرا. حاضر. هل تريدين أن تجربي معنا يا ماي؟ هل أقدر؟ بالطبع، تعالي لنتدرب معا. حاضر. ما ألطفه، يا لطاقة الشباب. أرنب، ما زلت أذكر الصيف الذي أمضيته برفقة سايسو. يوبي! سايسو، أين أنت؟ أنا هنا يا ران. يا كم أنت شقي يا سايسو. يا كيف وصلت إلى هنا؟ ماي، أنت سريعة جدا. شكرا لك شيزو. أصبت في اللحاق بهم، كما وأن كابامارو ليس هنا. إن الطقس بدأ يسوء يا ماي. جدتي، اختفت جدتي. أين جدتي يا شيزو؟ يا ويلي، لماذا افترقت عن الآخرين؟ ما هذا؟ ما رأيك؟ هل ننقسم إلى فريقين؟ لا، لنرجع إلى النادي ونأتي بفرقة كاملة للبحث عنهما. لكن لا، يجب أن نتحرك الآن، وإلا فقدنا شخصا آخر. كابامارو سيساعدنا. هيا. جدتي، ماذا أفعل الآن؟ لقد اختفت كاورو أيضا، لا أدري إلى أين أذهب. يا لهذا البرد القارس. أنت على قيد الحياة يا سايزو، وأخيرا. أخجل من نفسي لأنني ادعيت الموت. لا بد من وجود سبب لذلك. الحق معك، لا يمكنني أن أقول لك السبب الآن، لكنني أردتك فقط أن تعلمي أنني ما زلت على قيد الحياة. فهمت. على كل، أنا سعيدة لرؤيتك مجددا. آسف لأنني أرسلت كابامارو إليك. هل سبب لك المتاعب؟ لا أبدا، إن كابامارو شاب لطيف جدا، ثم إنه شجعني كثيرا منذ أن جاء إلى المدرسة. كابامارو محبوب ومحترم من جميع رفاق. ها أنا ربحت. ما رأيكم الآن يا أصدقاء؟ من جديد، إنه بهلوان رائع. شيزون، ما بك يا شيزون؟ اسمعوا جميعكم، لقد تاهت ماي والسيدة أوكوبو أيضا. ماذا؟ يا للهول. جدتي وماي؟ أنا آسف يا كابامارو، لقد كنت على حق بخصوص الطقس. تبا لك، عدت إلى هنا دون أن تبحث عنهما. لقد حاولنا وفعلنا كل ما في وسعنا، لكن العاصفة قاسية جدا. لم أخاطر بفقدان أشخاص آخرين، لذلك عدت.